العلاقات العمانية الصينية عبر التاريخ وآفاقها، إضافة إلى أهداف السفينة سحار والجهود التي بذلت للإعداد لها، كانت من أهم المحاور التي تطرقت إليها ندوة رحلة السفينة سحار، دلالات واستشراف. قبل كل شيء هو تخليد للرحلة سفينة سحار بعد 35 عاما من وصولها إلى الصين. في الحقيقة هذه الرحلة تخلد العلاقات التاريخية للسلطنة بين شعوب الدول الأخرى، وهي تخليد للعلاقات التاريخية والتجارية. فكل هذه الرحلات، سواء جوهرة مسقط التي تبعت سفينة سحار، هي في الحقيقة ما هي إلا إعادة للتاريخ. الندوة أيضا سلطت الضوء على مراحل بناء السفينة عبر الفيلم الوثائقي رحلة السندباد الذي أعده تلفزيون سلطنة عمان، تم عرضه أثناء الندوة. رحلة سحار تمثل تاريخ التواصل بين الصين وعمان، وهي تخدم التبادل الثقافي والعلاقات الجيدة. أنا سأتطرق في الندوة للحديث عن التحديات التي واجهت إبحار السفينة كالعواصف وتكسر الأشرعة. ليست السفينة سحار هي الوحيدة، بل كانت هناك رحلات عديدة قطعها بحارة عمانيون منذ مئات السنين، ذلك ما كشف عنه مستشار السفير الصيني بالسلطنة. قبل أكثر من 1200 سنة، البحار العماني العظيم أبو عبيد عبد الله بن القاسم ارتاد المحيطات الأعتية الأمواج استنادا إلى مركبه الشراعي الخشبي التقليدي ومهاراته الفائقة للإبحار ليصل إلى مدينة غوانجو الصينية. تلك الرحلة التي جاءت بتوجيهات سامية من لدن مقام صاحب الجلالة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، والتي استلهمت من رحلة تاريخية مضاهية لها قبل ما يقارب 5 قرون، حيث قطعت السفينة 6000 ميلا، فكانت فاتحة تحول تاريخي مهم لعمان وللمنطقة العربية والحضارة الإسلامية بأسرها. كما ركزت الندوة على مضامين الرحلة في عيون الباحثين والتحديات والأسرار التي واجهتها السفينة أثناء رحلتها إلى ميناء كانتون الصيني. وعلى هامش الندوة تم افتتاح معرض صور منوعة احتوى على صور من الرحلة ومراحل تصنيع السفينة، إضافة إلى توثيق المراحل الصعبة والتحديات التي مرت بها السفينة خلال رحلتها الطويلة إلى ميناء كانتون، قاطعة بذلك مسافة 6000 ميل بحري. إعادة إحياء السفينة سحار بذكراها التي خاضت من خلالها البحار بين مسقط وكانتون، يعد بمثابة تعزيز للموروث التراثي والتاريخي للسلطنة في مختلف دول العالم. سيب بن خلفان الكندي من جامع السلطان قابوس الأكبر، محافظة مسقط.